شوفوا شو عملت بالكركديه. اول اشي نقعته ليلة كاملة. في اليوم الثاني حطيته على النار ومجرد ما غلي معي اول غلوة طفيته. وبعدين بتصفيه بهذا الشكل. طبعا في المعظم بيحب انه يغليه اكتر. فانا مش مع هاي التجربة. لانه لاحظت انه لما بدك تعملي مثلا عصير الكركديه يفضل انك تغليه اول غلوة وتطفيه حتى تحافظي على لونه وعلى مذاقه. لانه لو غليتي اكتر من هيك بيعطي الطعم غير وكمان بيكون تقيل واللون غير. فجربوا انكم تغلوه بس مجرد غلوة واحدة او حتى تنقعوا بمية مغلية. وبعدين وهو على البارد حطيت هون 12 معلقة كبيرة من النشا وحركتهم هو على البارد. تحريك لازم تحركيه كويس بشكل منيح. وبعدين بتحطيه على النار وعلى درجة متوسطة بتحركيه بالخفاءة وبتضيفي نكهة اللي هي الفانيلا. ومجرد ما يصير القوام بهذا الشكل يتقل معاكي فبتضيفي السكر طبعا حسب الرغبة وحسب المذاق. احنا بنعرف انه الكركديه المذاق بيكون حادق. فضفت انا حوالي كوب ونص من السكر. اللترين اخذوا معي كوب ونص من السكر. فممكن انت ياخد معك اكتر. حابة تضيفي اكتر ضيفي. حابة تقللي هذا بيرجع لك وحسب المناسب وحسب المذاق. وبعدين بتحركيه ومجرد ما يتصل الى هذا القوام بيكون جاهز ان تسكبيها بالاطباق. وبيكون هذا القوام زي ما شايفينه. هيك هاي الوصفة بنسميها مهلبية الكركديه. اللي ما جرب مهلبية الكركديه بنصحه انه يجربها. واللي جربها يترك لي بالتعليقات كيف بيكون مذاق الكركديه لما انت تعمليه مهلبية. يا ريت ترفعوا من هذا الفيديو بلايكاتكم حتى الكل يستفيد. وان شاء الله تكون الوصفة اليوم عجبتكم. وهلأ انا بستودعكم فانتظروني مع وصفة جديدة بفيديو جديد. ومع السلامة.